بسم الله الرحمن الرحيم، وبنكمل في سلسلة رسم القلب. معانا النهاردة مع مجموع موضوع مجمع كده عن الـ Conductive Disorders. هنتكلم فيها عن ثلاث حاجات: عن البلوك على مستوى الـ AV Node، بنسميه AV Nodal Block، وبلوك على مستوى الـ Bundle Branches بنسميها Bundle Branch Block، والتفرعات اللي طالعة من الـ Left Bundle اسمها Fascicles. في برضو عندها بلوك اسمه Fascicular Block أو Hemi Block. واحدة واحدة كده ونشوف. معانا بيشنت ميل عنده 74 سنة كورونري ارتري ديزيز، والبيشنت ده جاي عنده ديزنس، ضغطه 80-50 يعني واطي، والهارت ريت بتاعه بطيء جدا 37. فجينا عملنا له رسم قلب طلع المنظر ده. نيجي نشوف رسم القلب وتعالى انالايز سريعا كده ايه هو التغيرات الموجودة فيه. اولا اللونج ستريب هو ليه 2، الريزم هنا ريجولر، الار ار انترفال تقريبا قد بعض، بس الملاحظ ان الريت بطيء جدا، 8 مربعات كبيرة بين الار ار، يعني حوالي 300 على 8 فيها حوالي 30 ضربة في الدقيقة او 37 ضربة في الدقيقة زي ما احنا قلنا. تعال بقى نشوف البداية هنا كده، ادي بي وادي كومبلكس وادي تي، وادي بي ادي كومبلكس ادي تي، ادي بي ويف ادي كومبلكس ادي تي، ادي بي ادي كومبلكس ادي تي، ودي غالبا بي ويف، او ممكن كمان تكون يو ويف بس هي غالبا بي. بعد كده بي كومبلكس تي، بي كومبلكس تي، حلو قوي. دلوقتي انا شايف انه في بيهات وجاي بعدها كومبلكسات، ولكن لاحظ انه البي ار انترفال اكستريملي فاريبل، هنا كان طويل، هنا طويل جدا، هنا اطول شويه من الاولانيه بس اقصر من دي، هنا ده اقل بكتير من الثلاثه اللي قبلها، هنا تقريبا ده قد ده، وهنا تقريبا ده اطول من اللي قبلها واطول من اللي قبل اللي قبلها. يعني اذا انت في كل مره البي ويف عماله بتغير مكانها، انت ما انتش عارف بالظبط هي البي ويف هتيجي امتى قبل الكومبلكس. There is no association between B waves and QRS complex، ده مستحيل يكون ساينس ريزم ماشي القلب كله، ده بنسميه complete heart block. ايه حكايه بقى الاي في نودال بلوك عامه؟ يعني there is complete dissociation. ايه حكايه الاي في نودال بلوك او بنسميها الهارت بلوك؟ هنا بيبقى عندي نبضه اتولدت فوق في الاتريوم، بي ويف يعني اترسمت، ولكنها بيحصل لها ديلي او ديجري اوف بلوك على مستوى الايفي نود، قد تكون انكمبليت بلوك وقد يكون كومبليت بلوك. البلوك ده مش ممكن يكون بس على مستوى الايفي نود بس، ممكن يكون كمان داون تو ايفي باندل اللي هي الهيس باندل، او سوري الايفي باندل اللي هو الهيس باندل، والبركنج فايبرز اللي طالعه من التو باندل برانشز. المهم تعال نشوف كده الحكايه ايه بالظبط. انا عندي منها ثلاث درجات، ركز كده معايا الله يكرمك. الحكايه سهله وبسيطه جدا. حاجة الاولانيه بي ار انترفال. ايه هو البي ار انترفال؟ ده بدايه وبدايه، ده المارك بتاعتنا بين بدايه البي ويف وبدايه الكي ار اس كومبلكس زي ما انت شايف كده. فالطبيعي هو من 12% ل 2/10 ثانيه. احنا يا باشا بنتعامل بالمربعات او بالملي، المربع الواحد الصغير بملي، فإما تقول لي من 3 ل 5 مربعات صغيرين بي ار انترفال اللي هو المسافه العرض دي، يا اما تقول لي ان هو من 3 ل 5 ملي، هي يعني الملي بمربع صغير هنا اهو. طيب السؤال الجاي، احنا كنا بناخد يا فندم ان بي ار انترفال ده كان بيعبر عن الاي في نودال ديلي، ايه بقى هو الاي في نودال ديلي؟ يعني هو الاي في نود استنى عشان ايه؟ اولا عشان خاطر الاس اي نود تطلع نبضه، ثانيا ان النبضه تنتشر في الاتريوم اسمها اتريال ديبولاريزيشن، ثالثا تقف في الايفي نود وتستنى، مش الاتريا فول ديبولايزد هل هي انقبضت؟ لسه، احنا قلنا عشان يحصل ميكانيكال اكشن قبل كده لازم الايه الكهرباء تكون صفر، وبالتالي بعد ما يحصل فول ديبولايزد للاثنين يستنى ويحصل ترجمه للكهرباء دي انتو ميكانيكال اكشن يعني كونتراكشن يعني سيستول. بعد ما يحصل السيستول انا كده واقف في الايفي نود، يوم يحصل بروباجيشن الامباكس بالس داون تو ايفي باندل، الباندل اوف هيس وباندل برانشز وبريكنج فايبرز، ساعه لما تمشي في كل السيستم بتاع التو فنتريكلز وتعمل لهم فول ديبولايز وتنتشر بقى في عضله القلب، وقتها هنا بقى الستارتنج انه النبضه ايه تبدا ترسم مين بقى يعمل حاجه هنا كيو ار اس كومبلكس بقى، يمشي بقى في السبتم بقى سبتال ديبولايز، وبعد كده الرايت وبعد كده الشمال يدوميننت في التصوير لان هو اقوى واحد،
حكايات كده. زين انا عندي اربع مراحل: مرحله الاس اي نودل امبلس جنريشن، المرحله الثانيه اتريال ديبولاريزيشن، المرحله الثالثه هي الاي في نودل ديلي، المرحله الرابعه بروباجيشن اوف امبلس داون تو هيسبركنج سيستم. اذا الفيرست ديجري تطلع بقى هي ايه؟ ات از جاست اونلي بلونجد كونستنت بي ار انترفال، يعني البي ار انترفال اكتر من خمس مربعات صغيرين او اكتر من 5 ملي، نو مور نو ليس. هو طويل ولكنه كونستنت على طول الرسم. وده ممكن يحصل مع اي كونديشن ممكن تعمل سلونج الايفينود، زي الفيجل ستيميليشن، زي بعض الادويه شبه البيتا بلوكر، وزي الكارديو سيلكتيف كالسيوم شامب بلوكرز او بنسميه نان دايهيدروبايدين كالسيوم شامب بلوكر، اللي هو زي الفيربامين ايزوبتين وزي الدلتيازين. دي كلها حاجات طبيعيه جدا جدا جدا، انو بروبلم. يعني لو لقيت حد عنده فيرست ديجري هارت بلوك ما تخافش. ازاي؟ اهو تيجي تبص على الخط المستقيم الجميل ده اهو، هتلاحظ ان الخط المستقيم ده بالظبط بدايه البي ويف هنا معديه يمين مربع كبير حوالي 6 مربعات بالظبط، 6 ملي. 6 ملي يعني 24 من 100 ثانيه، اكتر من الطبيعي اللي هو 2 من 10 ثانيه. فهنا برلونجد وكونستانت على مدار الرسم اهوت، كونستانت على مدار الرسم اهوت من البي ويف هنا اهوت لحد بدايه او من اول البي ويف هنا اهوت في المكان ده كده لحد تقريبا بيار انترفال، هو 6 مربعات صغيرين طول الرسم. This is first degree heart block and no problem. كذلك لو جيت تبص في رسم القلب هنا، ادي البي ار انترفال ده first degree heart block، انت شايفه قد ايه؟ هنا مربع وتلاتة، يعني هنا 8 مربعات صغيرين يعني 8 ملي، وانا قلت لك اخر 5 ملي. اذا prolonged ولكنه constant بي ار انترفال. مش كده بس، العيان ده عنده كمان normal sinus rhythm عادي خالص، الهارت ريت بتاعه حوالي 75 ضربة في الدقيقة. نو بروبلم، مش مخيف، ما تفكرش فيه كتير. خش على النوع التاني بقى وركز معايا، الله يخليهم لك، ركز في اللي هقوله. سكند ديجري فيها نوعين. اذا انت محتاج تعرف ايه هو الديفينيشن بتاع السكند ديجري، وبعدين هاو تو ديفرنشيت التو تايبس بتوعهم من بعض. السكند ديجري ايه هو الديفينيشن بتاعها؟ بص يا سيدي، بكل بساطه الاس اي نود ضربت بي والبي مشيت في الاتريوم، ولكن جت عند الايفي نود، جت عند الايفي نود وما اتنقلتش. تاني كده، في بي ويف طلعت من اس اي نود، مشيت في الاتريوم وعملت ديبولرايز وعملت كونتراكشن وجت عند الايفي نود عشان تنزل، ما نزلتش. اسمها سم اتريال امبلسز فيل تو ريتش فينتركلز، في اتريال امبلس مشيت بس ما عرفتش تكمل تحت، او بنسميها دروبد اتريال بيت. دروبد اتريال بيت انا عندي اتريال بيت وما عرفتش تعمل بروباجيشن داونورد، ده اسمه سكند ديجري. اذا انت متوقع ايه في النوع ده؟ هاجي عند نقطه ما يكون البي ويف بتاعتي موجوده ومفيش معاها كومبلكس ولا تي، عشان تتيقن انه فعلا ما حصلش اي الكتريكال اكتيفيتي في الفنتريكل تحت. كلام جميل. عندي منها نوعين بقى، النوع الاولاني اسمه موبيدز 1، النوع الثاني اسمه موبيدز 2. بكل بساطه جدا جدا جدا، الموبيدز 1 فيه بروجريسيف برولونجيشن في البي ار انترفال، وهي المشكله بتكون في الايفي نود، وهفهمك ليه. النوع الثاني بيكون في البي ار انترفال ان تشينجد او ريمينينج كونستانت، خد بالك وممكن يكون كونستانت برولونجد وممكن يكون كونستانت نورمال. يعني هنا بص، هنا البلوك مش المارك بتاعه انه البي ار انترفال اصلا اطول من الطبيعي، وممكن يكون طبيعي، بس هنا المارك الاكبر بتاعه انه في بي ويف اصلا مفترض كانت تنزل تحت وهي موجوده بس ما رسمتش كومبلكس ولا تي، عشان كده هو اسمه بلوك، ما استغربش. طيب فعشان ما تتلخبطش، طيب تو ده ممكن يكون البي ار انترفال برلونجد، ممكن يكون نورمال، بس في الحالتين كونستانت على مدار الرسم، وبالتالي هتلاقي الرسم غالبا في الموبيدز 2 ريجولر، اما الموبيدز 1 الريجولر غالبا. الموبيدز 1 بنسميها بروجريسيف برولونجيشن، لحد امتى يا فندم؟ لحد ما تيجي بي ويف ما نزلتش تحت، until dropped beat occur او non conducted beat occur، يعني بي ويف من غير كومبلكس ولا ايه تي. امال الموبيدز 2 البي ار انترفال ريمين ان تشينجد، يعني كل مره في بي ومعها كومبلكس، كل مره في بي ومعها كومبلكس. ممكن تكون البي ويف دي والكومبلكس رسمين بي ار انترفال طبيعي، وممكن يكون برولونجد، لكن ايه هو المميز يا فندم؟ كونستانت. الله يكرمك، هو كونستانت. لحد امتى بقى؟ لحد ما تيجي بهايه ما نزلتش، يعني بهايه ما رسمتش كومبلكس ولا تي. حلو. المشكلة في الموبيتس تايب 2 هي الانفرانودال ستراكشر. تعال نشوف رسم القلب وهنقول واحدة واحدة فيهم، كل واحدة فيهم ايه المشكلة. ده نوع من انواع السكند ديجري اي في نودل بلوك، والظاهرة دي وينكي باخ فينومينا
او فينك باخ فينومينا، ده الراجل اللي وصف الفينومينا ده اللي هي بروجريسيف برولونجيشن تيل دروب ذا بيت. اوكي بص كده معايا هنا، المربع ده كان قصير، المربع ده بقى اطول، وبعد كده رسم لي تي ويف هنا في بهايه اهي تقريبا وما ظهرتش. طيب انا مش شايف حاجه قوي يا عم. حلو شوف كده المنظر، ادي بي، ادي بي ويف اهيت، وادي البي ار انترفل بتاعنا اخباره ايه، ها طويل، وعلى كده بهايه اطول اطول اطول، ادي بهايه اهي اطول، بي ار انترفل اطول اهو، لحد ما اجي ادي تي ويف وادي النكست بي ويف اللي بعدها اهيت تل بي ويف اهي 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 اهي، بس تي تكمل مفيش كومبلكس ولا تي، وبعدين تيجي بي ويف من جديد كومبلكس تي، بي مقلوبه اهي كومبلكس تي، بي كومبلكس تي، حتى يمكن هي بفت شويه هنا كده بي كومبلكس تي. اذا انت كل مره بتلاقي عندك بي ويف جاي بعدها كومبلكس وتي، بس كل مره البي ار انترفال عمال بيطول، اسمها بروجريسيف برولونجيشن اوف بي ار انترفال، ده سكند ديجري هارت بلوك ولكنه موبيتس 1، اسمه موبيتس 1. المشكله هنا يا عم، المشكله في الايفي نود، ربنا خلي الايفي نود بنظريه ايه، استنى عليا والنبي شويه. ازاي يعني؟ يعني انت ممكن تدي النبضه للايفي نود فيكون 70% منها قادر انه ينقل و30% لا، يوم ال70 ناقل وال30 مستني لحد ما ربنا يكرمه ويفك من الريفراكتوري بيريود وينقل هو كمان. طيب انت لما يكون 70 و30 اذا كل اذا كل الايفي نود مش شغاله بكفاءتها، فقطعا لازم هيحصل برولونجيشن للبي ار انترفال. شوف اللي بعده المره الثانيه بقى، 50 و50، 50% متاح ان ينقل و50% لا. طب انا هنقل في ال50 متاح وهستنى اللي ايه، اللي لسه في الريفراكتوري بيريود لحد ما ماله يخرج منها. وقتها بقى ايه اللي يحصل؟ برولونجيشن اكتر. اشمعنى؟ لانه التشو المتاح للنقل المره دي اقل، واللي في الريفراكتوري بيريود اكتر، فالمده طولت. طيب تيجي بعدها تلاقي 30% بس اللي متاح للنقل و70% مش متاح، فتيجي النبضه تخش تنقل في ال30 وتستنى ال70% لحد ما ياذن لها ان هي ايه تعدي. استنت عدت، بس ايه اللي حصل؟ هنا 70% النسبة أكبر مش عارفة تنقل النبضة بسرعة، ال 70% طولت المدة أكتر، فتخلي البي ار انترفال يطول أطول وأطول، لحد ما تيجي عند مرحلة كل الإيفي نود مالها كلها في الريفراكتوري بيريود، كانوت بروباجيت إني إمبلس آت أول. إيه اللي يحصل وقتها بقى يا عم الحاج؟ وقتها تيجي النبضة تلاقي الإيفي نود كلها شوت داون، شكرا مش هنقلها. يبقى في بي ويف اترسمت وما نزلتش الموجة تحت خالص، ما عدتش على الهيسبر كينجي سيستم ولا على ايفي نود، عشان كده ما فيش لا كومبلكس يعبر عن فنتريكلر ديبولاريزيشن، ولا في تي ويف تعبر عن فنتريكلر ريبولاريزيشن. طيب ده النوع التاني بقى، بص بقى المنظر هنا، هنا البيات واضحة او اكتر شوية. هنا انت عندك بي ومش معاها كومبلكس، لكن هنا في بي معاها كومبلكس، هنا بي ومش معاها كومبلكس، لكن هنا بي معاها كومبلكس، هنا بي مش معاها كومبلكس لكن دي معاها. ولو جيت تقيس البي ار انترفال بين كل بي والكومبلكس اللي وراها عادل، ده هتلاقيه قد ده، هتلاقيه قد ده، كلاسيك وبعينك يبانوا. هنا ايه اللي حصل؟ هنا في اتريال بيت فيلد تو ريتش فنتريكل، ما عرفتش تنزل تحت، والبي ار انترفال كونستانت، البي ار انترفال كونستانت. حلو، فعشان كده هي سكند ديجري، ولانه البي ار كونستانت فغالبا هي موبيتس تايب 2. هنا المشكله في الانفرانودال اريا، الانفرانودال استراكشرز ربنا خالقهم مختلفين سيكا عن مين؟ عن الايفي نود. اشمعنى بقى ربنا خالقهم هنا اول اون نان رول؟ احنا قلنا هناك استنى عليا والنبي شوي، ده الايفي نود، انما الهيسبر كينج سيستم بقى ما عندوش الكلام ده يا عم الحاج، خلص وينجس في السليم، لو انا عايز هعمل لو مش عايز مش هعمل، ما عنديش وسط. On and off phenomena all or none rule ايه معناها؟ يعني يا اما تيجي النبضة وانا totally قادر انقل فهنقل، يا اما تيجي النبضة وانا totally مش قادر انقل فمش هنقل. ما عندوش نظرية 70 و30، 70% متاح و30 لا، ولا 50% ولا 50%، هو يا 100% بيشتغل بطاقته يا 100% بيشتغلش، ما عندوش وسط. عشان كده تيجي بهاية وهو متاح فترسم كومبلكس، وتيجي بهاية وهو مش متاح فما ترسمش كومبلكس، فتلاقي بهاية زي دي كده مش معاها كومبلكس والتانية معاها. ده مين؟ second degree موبيتس تايب 2 هارت بلوك. ده بالنسبة لمين؟ second degree موبيتس تايب 2.
هنا برضو لو جينا نبص في الرسم ده نشوف كده ايه الوضع بالظبط. اولا انا عندي بي وراها كومبلكس، والبيرنت كيرف هنا واضح انها طويل اكتر من مربع كبير او 5 مربعات صغيرين او اكتر من 5 مللي. هنا هاجي هلاقي البي ويف جاي بعدها كومبلكس بس اطول من مين؟ من ده. وبعد كده هاجي هنا الاقي بي ويف مفيش معاها اي كومبلكس اهو. شوف هنا حتى البيرنت كيرف اهو في اللي انا اسمه ده طول 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 وعمال يطول اكتر يطول اكتر لحد ما يجي بي ويف، يعني 5 موجات فيها بيهات وجاي معاها كومبلكس، بس كل مره البير انترفال عمال بيبرلونج لحد ما جيت عند مرحله عند بهايه ما عنديش كومبلكس اصل دي معاها كومبلكس اهي البي ويف اهي والكومبلكس بتاعها اهي. يبقى دي فين بقى الكومبلكس بتاعها؟ مفيش صح. فدي سكند ديجري. اشمعنى؟ عشان في بي ما نزلتش. طيب وبعدين في بروجريسيف برولونجيشن اوف بي ار انترفال، ذيس كلاسيك فينك باخ فينومينا وينك باخ فينومينا. خلاص يبقى ده موبتس 1 سكند ديجري هارت بلوك. طيب لاحظ بقى هنا كمان حاجه مهمه جدا، العيان ده عنده اس تي سيجمنت اليفيشن موجود في الليد 3 اهي بسيط، وفي اس تي سيجمنت اليفيشن الى حد ما كيرفت كده عن البيز لاين بملي تقريبا بالظبط في ليد 2، وفي هنا تقريبا لو انت جيت تبص البيز لاين برضو بتاعنا هنا هو ترسمت خط مستقيم بالكاد يكون ملي. هم باصين في المنظر ده ويظنوا انه غالبا العيان ده عنده ريسنت ام اي، بس يوجوالي ريزولفنج ريسنت ام اي يوجوالي هتلاقيه غالبا ريزولفنج، ليه يعني بتريزولف بدلاً المنظر ده كده في الاس جي. طيب تعالى كده نشوف الرسم ده اهو، ايه رايك بقى في اللونج ستريب اللي تحت ده بقى هنا كده؟ شوف بقى هنا كده المنظر ده يا سيدي. اولا عندي بي كومبلكس تي، بي كومبلكس تي، ايه الحكايه بالظبط؟ هنا البي ار انترفال اهو ومعاه كومبلكس، وادي البي معاه كومبلكس بس هنا البي ار انترفال طويل هنا اطول لحد ما جه هنا في بهاية اهي اهي مفيش معاه كومبلكس. ده هنا بروجريسيف برولونجيشن اوف بي ار انترفال، هنا بروجريسيف برولونجيشن اوف بي ار انترفال، هنا موبتس تايب 2، هنا موبتس تايب 2. وللاسف يعني كنا رسمنا هنا وما خدناش بالنا، لكن لو ركزت هنا برضو ده لونج ستريب هو كمان ليه 3 هتلاقي البي معاها كومبلكس معاها تي صح حلو، لكن البي دي مش معاها كومبلكس ولا تي، لكن دي هتلاقي معاها كومبلكس وهتلاقي معاها تي وحتى لو انفرتد، لكن هتيجي بي ويف ومفيش معاها كومبلكس ولا تي. ولو حضرتك جيت تحسب البي ار انترفال هنا هتلاقيه حوالي 7 مربعات صغيرين، هنا 3 و4 مربع كبير ادي 7، يعني اذا البي ار انترفال كونستانت وفي بيهات ما بتنزلش. هنا موبتس تايب 2، ليه موبتس تايب 2؟ عشان خاطر هنا في بيهات ما نزلتش واللي قبلها كان كونستانت فيكسد بي ار انترفال. ايه المشكله بقى هنا يا عم؟ اهو النوع التاني ده الموبتس تايب 2 في مشكله لانه العيان ده ممكن يحتاج بيرمننت بيس ميكر، اما موبتس 1 شبه الفيرست ديجري. اكشوال الفيرست ديجري مش بيسموه قوي ان هو بلوك، هو ديلي لانه فعلا جاست برولونجيشن في البيار انترفال، هو طويل شويه لكن بينقل. انما في تايب 1 وتايب 2 في السكند ديجري في بلوك. اشمعنى ليه بلوك؟ لانه فعلا في نبضات طلعت وما نزلتش، مش هو ده ديفينيشن؟ اتريال امبلس فيل تو ريتش داون فنتريكلز، اذا فعلا في مشكله ما اتنقلتش، انما فوق اتنقلت بس بعد وقت. فبيسموا الفيرست ديجري ان هو مسنومة، هو مش بلوك هو ديلي. انما السكند والثيرد ديجري فرانكلي ذي ار بلوك، لانه فعلا في بلوك مين؟ الامبلس. الثيرد ديجري بقى هنا نو اتريال امبلس بتوصل تحت، هنا كومبليت ديسوشيشن بين اتريا اند فنتريكلز. لاحظ بقى هنا معايا، هنا هتلاقي مفيش فيكسد ريليشن شيب بين بي اند كومبلكسز، البي ار انترفال هنا اكستريملي فاريبل، انت مش متوقع البي ويف ممكن تيجي امتى قبل الكومبلكس، مش متوقعها نهائي. مش كده وبس، معنى انه في كومبليت ديسوشيشن يعني فوق شغال بريزم امال تحت مين اللي هيشتغل بقى؟ فلازم هنا يكون في حد بيس ميكر تاني يشتغل بقى هنا ياخد القياده غير الاس اي نود. ممكن يكون الاي في نود، ممكن يكون الباندل باندل برانشز البركنجي فايبرز او الماسل بتاع الفنتريكل اتسلف المايكارديوم، وبنقسمها لنوعين هنا. السكيب ريزم اللي بيطلع هنا بيكون يا اما يكون جانكشنال جاي من الاس اي نود جاي من الاي في نود، يا اما يكون فنتريكولار جاي منين؟ من الماسل بتاع الايه الفنتريكل اتسلف. لكن لاحظ حاجه، اي ديبولاريزيشن ابنورماليتي بينتج عنها سكندري است سيجمنت انتي ويف انفيرجن. فعشان كده لما تلاقي الاست سيجمنت بيزد والتيوف انفرتد في حالات بلوكات زي دي ما تتسرعش وتقول ان هو عنده نمط تيمي،
ما تتسرعش وتقول ان هو عنده انستيمي او حتى ايفن انستيبل انجينا. ليه؟ لانه ممكن يكون ده اصلا طبيعي. امال انت هتعرفها ازاي؟ دايما دايما يا اخوانا انت بتقيم في نطاق رسم القلب ومعاك الكلينيكال ومعاك اللاب. ما ينفعش سولي من رسم القلب تقول ده عنده كذا وترميها وتمشي وتخلي العينه عمال بيلف حوالين نفسه ما انتش فاهم هو انا ايه اللي بيحصل بالظبط. بنشوفها كتير مصايب، العيان يجي يتشخص ان هو عنده مشكله في رسم قلبه ويطلع اصلا نورمال اساسا، يا اما نورمال في نطاق الابنورماليتي يا اما هي اصلا نورمال فاريانت ايفن زي ما هي نورمال فاريانت ايفن. فدي نقطه مهمه جدا. نيجي بعد كده لمين؟ للسكيب ريزم. السكيب ريزم يا اما جانكشنال يا اما فنتريكلر. الحقيقه انت هتميزه اكتر بالريت، اصل الجانكشنال سكيب ريزم غالبا من 40 ل 60 ضربه في الدقيقه، اما الفنتريكلر سكيب ريزم غالبا من 20 ل 40 ضربه في الدقيقه. خد بالك معايا، جانكشنال سكيب ريزم يعني الايفي نود هي اللي بتدي امبلس، يعني هي اللي بتجنريت امبلس. بص يعني مش بتوصل من فوق، لكن هي بقت بتدي هي امبلس شخصيا وتمشي لتحت، وبالتالي طالما النبضه هتطلع منها هي هترسم لك كومبلكس طبيعي جدا، نارو كومبلكس. نارو كومبلكس، ما اعرف ازاي دي ما هيش ساينس. اقول لك يا بيه هترسم نارو كومبلكس but there is no fixed relationship between this P and this complex. اما الفنتريكلر التوصيل بدأ عن طريق مين؟ الفنتريكلر مايوكارديوم، وبالتالي توصيل بطيء. الكيار اس كومبلكس قطعا لازم هيطلع وايد، مستحيل هيطلع مين طبيعي. فهنا الكيار اس كومبلكس اكتر من 3 ميلي وايد and they may have bundle branch block morphology، وده اللي هنتكلم عنه النهاردة. يعني انت لما تشوف رسم القلب ده يا فندم، ده اللي احنا جبناه في الاول خالص، ادي بي مش معها كومبلكس ولا تي، لكن في هنا بي جاي بعدها كومبلكس وتي، ادي هنا تي اهي وادي البي وادي الكومبلكس، شوف جاي فين، وبعد كده تي وادي البي وجاي كومبلكس وادي تي. واحد يقول لي طب ما انا ممكن اقول ده موبتس 2، مش انت قلت لي ممكن اقول موبتس 1، مش انت قلت لي ان هو ممكن يكون نبضه، ها نبضه ما تنزلش تحت. ماشي، وبعدين طب ما انا ممكن اعتبر ان النبضه ما نزلتش لتحت رغم ان ما فيش جنبها بيهات تانية اصلا، ده جاي معاها الكير اس كومبلكس. ماشي، خليني ماشي معاك لحد النهايه. لنفترض يا فندم انه دي نبضه ما نزلتش تحت، ودي حقيقه عندك واحده زي دي مثلا اهي، اي ما نزلتش تحت اهي، وجت بهي اهي ورسم بعدها كومبلكس وتي، وادي بهي اهي فضلت طويله فين وفين لحد ما جت كومبلكس، دي ممكن اسميها سكند ديجري. طب حلو، يا 1 يا 2، البيار انترفال بيكون في 1 ماله بروجريسيف برولونجيشن. هنا شوف المنظر، هنا البيار انترفال طويل جدا، هنا اقصر، هنا اقصر، هنا اطول. هل اللي بيحصل هنا بروجريسيف برولونجيشن ده شورتنينج؟ نعم، مال بيقصر. حلو، سنس ان البيار انترفال هنا شورتنينج مش بيطول اصلا، حتى انت لو كملت في رسمه هتلاقي دي قصيره جدا، لكن دي اطول، لكن ده هي وسط بين دي ودي. قطعا العيان ده ما هوش موبتس 1 لان هو مش بيدي كلاسيك برولونجيشن. طيب العيان ده ممكن يكون موبتس 2؟ مستحيل. اشمعنى؟ البير انترفال هنا ماله فاريبل جدا اصلا، ده مش كونستنت، ده فاريبل. اذا مستحيل يكون موبتس 1 ولا هو موبتس 2 لانه الفاريبل، لان هو مش فاريبل هو كونستنت هنا. اذا قطعا دي مين؟ كومبليت هارت بلوك. هنا في هنا في اتنين بيس ميكر شغالين، واحد فوق شغاله بيمشي الاتريوم ورسم القلب بيرسم، والتاني ممشي الفنتريكل تحت ورسم القلب عمال بيرسم. هنا no relation between B and QRS complexes يساوي complete heart block. هنا وانت عمل heart rate 37 ده ventricular skip rhythm على طول، لانه الـ by the way الـ AV nodal او الjunctional rhythm ما بيوصلش اخره الا 40، فده اقل من 40 اصلا كمان. عاوز تتأكد بص على منظر الكمبلكس يا باشا، هتلاقي فيه apparent اهو واسع وباين جدا 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 انه واسع. بص على في 5 وفي 6 وفي 4 اهو كمان هتلاقي الكومبلكسات واسعه. بص على في 1 هتلاقيها واسعه، هتلاقي فليد 1 واسعه، خلاص وايد كومبلكس والريت بتاعك اقل من 40 اصلا، خلاص ده فينتريكلر سكيبرزم. هنا شوف كذلك نفس الحكايه، الدوائر السوداء دي ادي بي وجاي بعدها كومبلكس، والبار انترفال عندك اهو ادي بي جاي بعدها كومبلكس، بس بيعرف الانترفال هنا اكبر ايه اطول. هنا بي والبار كومبلكس جاي بعدها مين؟ طويله اهي. طب بص بقى كده المنظر، هنا جت بي ويف مفيش بقى كومبلكس، طب ما انت ممكن تقول ان هو سكند ديجري. اوكي هتقول لي طب ما في هنا بروجريسيف برولونجيشن اهو، في بروجريسيف برولونجيشن اهو، كلام جميل. شوف كده ايه رايك، البي ويف دي جايه بقى كومبلكس؟ لا، البي ويف دي
يبدو معها اي كومبلكس، يبدو ان ده كان بيحاول يترسم ومش قادرين. صح. طب انت عايز تقولي ان ده موبتس وان؟ عايز تقولي ان ده موبتس وان؟ واحد كده يفكر موبتس وان. اقول لك يا فندم، لو موبتس وان وبروجريسيف برولونجيشن، ايه اللي يخلي الهارت ريت 30؟ ايه اللي يخلي الهارت ريت 30 هنا او 27 كمان ايفن؟ انت لو جيت تحسبها هتلاقي 9 مربعات واكتر بين كل ار وار. وايه اللي يخلي الكي ار اس كومبلكس وايد؟ واحد فنان كده وقال شويه انت تقول لك ده ابارنس، يعني في موجه هنا واتنقلت بشكل مش طبيعي عشان كان في ليفل بلوك وهي نازله. حلو، بس ايه الهارت ريت بطيء قوي كده؟ الهارت ريت مش هيكون بطيء قوي كده في سيكونس انه في بيهات ما بتنزلش وانت مش متوقع بمعنى اخر اصلا. ايه العلاقه بين البي وبين الكومبلكسات الا اذا كان كومبليت هارت بلوك؟ لازم يعني الريت البطيء قوي ده غالبا اصلا فينتريكولار سكيب ريزم اصلا، وطالما فينتريكولار سكيب ريزم ما بيجيش الا مع كومبليت هارت بلوك، مش هيجي سكيب ريزم مع سكند ديجري، ما هو بينقل عادي فوق، انما هيجي امتى؟ في الثيرد. نيجي لحتة اناتومي. افترض الايفي نود لما بتنقل لتحت بيطلع منها حتة كده اسمها الهيس باندل او باندل اوف هيس، دي اللي بنسميها الايفي باندل، وتنقسم الى فرعين، فرع شمال اسمه ليفت باندل وفرع يمين اسمه رايت باندل. لان الليفت فنتركل بتاع حضرتك فيه ماسل بالك اكبر، فربنا خلق له 3 فروع طالعين من الليفت باندل، واحد طالع للسبتم وبيسموه سبتا الفاسكل، وفرع طالع للانتير وول وبيسموه ليفت انتيريور فاسيكل، وواحد تالت رايح للبوستيرير وول بيسموها ليفت بوستيرير فاسيكل بتاع ليفت فنتركل. اذا انا عندي كام فاسيكل من الليفت باندل؟ 3. وبالتالي انا ممكن يحصل لي بلوك على مستوى الباندلز دي رايت او ليفت باندل، ادي واحد ده المين باندل يعني، وممكن ما يكونش على مستواهم ويكون البلوك على مستوى مين؟ ال باندل برانشز هنا هوت اللي هي الفاسكل، الباندل برانشز قلناها، وممكن يكون على مستوى الفاسكلز. فانا دلوقتي هتكلم عن الباندل برانش بلوك ثم الفاسكلر بلوك، وبعد كده عايز اقولك ان في حالات ممكن تلاقي في بلوك على مستوى الايفي نود وعلى مستوى الليفت باندل الرايت باندل وعلى مستوى جزء من الليفت باندل، يا فاسكل انتيرير يا بوستيرير غالبا. ركز معايا، ليفت باندل برانش بلوك. بص يا فندم، عايزك هنا حاجتين. لما تدور على ليفت على باندل برانش بلوك، دور على دور اناتوميكال اناتوميكالي على الليدز اللي انت عايز تشوفها. يعني انت لو عايز رايت باندل يبقى انت لازم تدور على ليدز رايت سايدد وشيست ليد، اكيد ما هياش ليمب ليد. فانت هتبص على مين ومين؟ هتبص على الرايت بريكورديال ليدز اللي هم في 1 وفي 2. ولما تيجي تقيم حضرتك ليفت باندل عايز حاجه ناحيه الشمال، هات الاثنين اللي في اقصى الشمال اللي هم اللاترال ليدز اللي هم ليد 5 وليد 6 وممكن كمان ليد 1 و FL، بس خلينا في ليد 5 و في 6. اذا انت بتدور على مين يا سيدي؟ انت بتدور على الليفت باندل تشوف ال V1 وال V2، V1 و V2 ده الرايت، اما اللاترال ليدز اللي هي V5 و V6 هم دول المين. معلش ركز لي كده على مين؟ على V5 و V6 في الليفت وعلى V1 و V2 في الرايت باندل بنش بلوك. كلاهما ممكن يجي معهم سكندري ريبريشن في S سيجمنت وسكندري انفيرجن في T ويف، نو بروبلم، بس هي مور كومون اكتر مع مين؟ ليفت باندل. بص بقى يا فندم كده، تعالى نفهم واحده واحده ايه اللي بيحصل في حالات الليفت باندل. اولا انت الموجه هنا لما بيتقفل الليفت باندل في الطبيعي كان النقل بيجي من الليفت باندل للرايت باندل، لما يتقفل هنا فيبدا النقل ناحيه مين؟ الرايت باندل، بقى كده ليفت. فالموجة تروح من اليمين ها للشمال، دي الموجة رايحة لها فترسم حاجة لونها، فترسم حاجة مالها لفوق. بالمناسبة دي أصلا V6 ودي V1، V6 لما تجيلها موجة موجبة ترسم R أهي، ونفس الموجة لما تروح away from V1 ترسم موجة سالبة لتحت اللي هي Q. فتلاقي اول جزء من الويف عباره عن ار في اللاترال ليدز وكيو في الرايت سايد ليدز، او خليها ار في الليفت ليدز وكيو في الار في الرايت ليدز. فيز 2، فيز 2 بقى احنا قلنا ان ده متاخر يعني ده مش هينقل، وعشان الكهرباء توصل للليفت فينتريكل ليفت فينتريكولار مايوكارديوم لازم توصل من السبستنس بتاعه الرايت، وهنا النقل بيجي عن طريق المصل، فعشان كده بيكون سلو.
فتلاقي الكي ار اس كومبلكس وايد. This is the hallmark في البند برانش بلوك عامة. لازم يكون الكي ار اس كومبلكس وايد. لازم 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 يكون الكيو ار اس كومبلكس وايد. لأنه في الحالتين في واحد منهم هيستلم النبضة من التاني عن طريق الميوكارديا مش عن طريق الكوندكتنج سيستم أصلا. فلازم هيكون وايد ولازم هيكون سلو. في المرحلة التانية هنا هنا الرايت هيمشي سلس جدا وعادي لان الرايت بندل شغال. فالرايت فينتريكل هيديبولارايز ولما هيديبولارايز هيكونتراكت لانه اصبح الاثنين مش في وقت واحد. الرايت والليفت مش مع بعض. ده الرايت شغال والليفت شغال. فلما الموجة اللي لونها احمر دي تروح ناحية الفي واحد ترسم لي ار. اهي يبقى عند في واحد واثنين بوستر ديفليكشن اللي هو ار. والناحية التانية ده رايح اواي فروم مين في ستة فيرسم لي مين نيجاتيف اللي هو اس. مش انت في واحد كانت R هتقلب بعدها S ومش في واحد كانت Q هتقلب هنا R. المرحلة التالتة بقى الليفت فنتريكلر مايوكارديوم ياخد النبضة وينقلها تروح ناحية الشمال فتعمل لي موجة موجبة وaway from ناحية اليمين اللي هي في واحد وفي اتنين فتعمل لي موجة سالبة فيطلع المنظر بالمنظر ده كده. فين بقى عم الحج في V5 وV6؟ بص كده على V5 وV6 R S مش the deflection small الله في ثيرد ار. قلت لك لما تلاقي ديفليكشن ثالث ديفليكشن ثالث موجه بيبقى اسمه ار داش ار مكمله اهو. وتبقى الار الاولانيه ده اهي ها الدخله هنا ده عباره عن مين؟ عباره عن الدي بولارايز بتاع مين؟ الرايت فينتريكل او الرايت فينتريكولار كونتراكشن. اما الثانيه بتاعت مين؟ الليفت فينتريكولار كونتراكشن. طيب الالكتروفيسيولوجيك تشينجز بقى هنا دي بولاريزيشن في الرايت بندل بيمشي على النقيض. هنا بيمشي في الطبيعي خالص المفروض ان هو بيبدا من الشمال لليمين اصلا. وبالتالي هتلاقي الكيو اف بتاعتك موجوده في 5 وفي 6 والار ويف موجوده في 1 وفي 2 نو بروبلم. تيجي بعد كده الليفت فينتريكل يقلب فالكيو تقلب ار والار بتاعت الفي 1 و2 تقلب اس. وفي الموجة التالتة هتلاقي الرايت فنتريكل ريبولارايز بقى هنا الموجة راحة في اتجاه V1 فتعمل لي R ويف سليرد وبعيد عن ال V6 فترسم لي نيجاتيف ديفليكشن اللي هو S. ما انت لو بصيت كده على 5 و6 Q R S نو بروبلم. امال ايه المشكلة بقى عم ده ال V5 و V6؟ امال بقى هنا بقى المشكلة هنا برضو R S R المكملة برضو R S R مكملة بس في الرايت بندل. إذن في البندل برانش بلوك من الآخر يا فندم دور على R S R ووايد Q R S كومبلكس. الأول وايد ثانيا R S R ثالثا بص على T wave غالبا هتلاقي مقلوبة. ممكن تلاقي بقى المنظر بقى إيه R كبيرة و S صغيرة و R صغيرة. ممكن R صغيرة و S صغيرة و S و R كبيرة. ممكن R صغيرة و S كبيرة و R كبيرة في V1 وV2. دايما بتدور على التشينجز بتاعة الرايت بندل في V1 وV2 اللي هو الرايت بريكورديال ليدز. وبتدور على الليفت بندل تشينجز موجودة في V5 وV6 اللي هي الليفت لاترال بريكورديال ليدز. ده عيان عنده ريسنت استيمي اللي احنا جبناه من شوية وقلنا ان هو عنده اصلا موبتس 1 سكند ديجري بولونجيشن اهو لحد ما طول طول وجات بيه ما كانش معاه كومبيكس ولا تي. في نفس الوقت كان عنده ريزولفنج ميم موبتس تايب 1 ريسنت ام اي جديده. هنا انا ضحكت عليك لو جيت تبص على في 1 وفي 2 هتلاقيها عباره عن ار طالع اهي اس ار ار اس ار سواء كانت تي هنا مقلوبه او مش مقلوبه. ذيس از كومبليت رايت بندل برانش. لو لقيت في 1 وفي 2 سوا فيهم نفس التغير اسمها كومبليت. لو لقيت واحده بس منهم اسمها انكومبليت رايت بندل برانش بلوك. لما تيجي تبص هنا بقى في رسم القلب ده اهو اليك الاتي. بص كده على V5 و V6. بص ركز بقى على مين V5 و V6 اهو ادي R وادي S وعامله نوتشنج R داش اهي ونازله هنا ازيد وازيد R S نوتشنج R داش. هنا نلاحظ ايه QRS كومبلكس وايد اكتر من 3 مربعات صغيرين بالعرض اكتر من 3 ملي بالعرض خلاص وايد كومبلكس RS R. هنا لازم التي ويفا تطلع مقلوبة والاست سيجمنت انفيرتد. هنا عادي جدا الليفت بندل تقريبا 100% بيطلع معاها التي ويف والاست سيجمنت ده ديبريزد وده مقلوب. اما الرايت بندل ساعات 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 يقلب ساعات لا. دي كلاسيك ليفت بندل بنش بلوك. انت تخاف من الليفت بندل بقى في ايه؟ ان هي ممكن تمثل نيو اونست ام اي. فاخد بالك الموبتس 2 والكومبليت هارت بلوك ممكن يحتاجوا بيرمننت سميكر
burst breaker insertion which may be permanent. فاخد بالك. النوع الثالث بقى اسمه fascicular block. لو تفتكر زمان احنا خدنا حاجة اسمها الاكس, خدنا حاجة زمان اسمها الاكس, الرايت اكسس والليفت اكسس. بص بيقولك انت بتبص على ليد واحد وليد تلاتة او ليد واحد و AVF, ايهما لما تلاقي الاتنين, او انا اللي كنت بقولها زمان ليد واحد موجبة والتاني سالب, ال موجب بس لوحده اسمه ليفت باندل. لو لقيت ال هو الوحيد اللي سالب والعكس موجب, ال سالب يبقى هو مش ليفت, يبقى هو رايت, رايت اكسس ديفيشن. لو لقيت الاتنين في اتجاه لتحت اكستريم اكسس ديفيشن, وده يعني ايه حوار. انا بقى عايزك هنا تفتكر الاكسس ديفيشن اشمعنى يا عم الحاج اصلي. لو انت عندك ليفت اكسس ديفيشن, كل ما تلاقي في العيان ليفت اكسس ديفيشن بمعنى ال موجب وال ليد واحد موجبه وليد ثلاثة او الاف اف سالبه, هنا لازم تدور على ديب اس ويف في الانفيريور ليدز, ليد 2 و3 واف اف. لو لقيتهم اجمع الاثنين يطلع لك ليفت انتيريور فاسيكولار او هيمي بلوك. اما لو لقيت الديب اس ويف موجوده في اللاترال ليدز مع الرايت اكسس ديفيشن يسموها ليفت بوستيريور فاسيكولار بلوك. زي دي هنا من غير ما نخش في تفسيرات كتير, هي موجوده تفسيرها في الكتاب عامه, حكايه سهله جدا جدا. يعني هنا ما تلاحظ هتلاحظ انه الليد واحد بصل تحت وليد تلاتة بصل فوق. في طريقة تانية بيقولك اسهل, القروب اليمينية تتلاقى. فلو لقيت الاتنين بيبصوا لبعض, يعني لقيت ليد واحد وليد تلاتة بيبصوا لبعض اسمها رايت, مش هما بيحبوا بعض يبقى بصين لبعض يبقى رايت. لو لقيت الاتنين مش بصين لبعض, يعني ده بصص لفوق ده بصص لتحت مش بصين لبعض, الار ويف فوق هنا والاس ويف تحت هنا عكس بعض, الاتنين مش بصين لبعض يبقى كارهين بعض, يبقى عمرهم ما يكونوا يمين يبقوا شمال. طالما هم مش باصين لبعض يبقى اسمها ليفت اكسس ديفيشن. فهنا باصين لبعض يبقى هنا رايت اكسس ديفيشن. هنا تقوم جايه باصص تلقائي على مين؟ تبص على الاس ويف في اللاترال ليدز. هنا هتلاحظ الليد واحد والاي في ال فيهم مين؟ اس ويف, ادي ار اس وادي ار اس, يبقى ده ليفت بوستيريور هيمي بلوك عباره عن رايت اكسس ديفيشن بلس ديب اس في اللاترال ليدز. هنا هتلاقي الاتنين مش باصين لبعض, وطالما مش باصين لبعض اهم ليد واحد وليد تلاتة مش باصين لبعض, اذا هما الاتنين بيكرهوا بعض, اذا هما ليفت شمال. ليفت اكس ديفيشن, دور على اس ويف في الانفيريور ليدز. ادي ار اس تخرق عين الشمس, وادي ار اس تخرق عين الشمس, وادي ار اس تخرق عين الشمس, وادي ار اس تخرق عين الشمس. فيها ديب اس في الانفيريور ليدز وعندك ليفت اكسس, يبقى ده ليفت انتيريور فاسيكولار بلوك او هيمي بلوك. بص بقى, لقيت الرسمه دي على احد الكروبات وحلو قوي شرحها, فانا عجباني صراحه ان احنا نحاول نانلايز ونشوف هاو ميني بلوك فيها. اولا ما تيجي انلايز الريزم الريجولر, وبالتالي الريت محتاج حوار كده عشان يتحسب, لكن هو يبدو ان هو غالبا بطيء هو كمان, لانه في اماكن كتير فيها فواصل زي دي. هنا تيجي تبص ادي بي وادي كومبلكس وادي تي, وادي بي كومبلكس تي, وادي بي ومفيش معاه كومبلكس, وادي بي كومبلكس تي, بي كومبلكس تي, بي بي جاي بعدها حاجه, بي جاي بعدها حاجه, بس البي ار انترفال عمال بيبرلونج لحد ما يحصل دروب بيت. طالما في دروب بيت يبقى سكند ديجري, وطالما بروجريسيف برولونجيشن يبقى ده موبتس 1, سكند ديجري موبتس 1. الحاجه الثانيه لما تيجي تبص في في 1 وفي 2 هنا اهوت, هتلاحظ انه في ار اس ار والكي ار اس كومبلكس وايد, ار اس ار والكي ار اس كومبلكس وايد, وهنا التي ويف انفيرتد والاس تي سيجمنت ديبريست. كلاسيكالي كومبليت رايت باندل برانش بلوك, ادي سكند ليفل اوف بلوك. الحاجه الثالثه انه الاثنين دول مش باصين لبعض اصلا, ليد 1 وليد 3 مش باصين لبعض, ليفت اكسس ديفيشن. ساعه لما تلاقي الليفت دور على نفس المكان على اس ويف, فين؟ في الانفيريور ليدز. هتلاحظ ادي ار اس موجوده في الانفيريور ليد, وادي ار اس في الانفيريور ليد, وادي ار اس في الانفيريور ليد. الا يعني هنا عندي كمان ليفت انتيريور فاسيكولار بلوك, عندي 3 ليفلز بلوك. عندك رايت باندل, وعندك ليفت انتيريور فاسيكولار بلوك, وعندك موبتس 1 سكند ديجري ايفنال بلوك. الثلاثه على بعض بنسميهم تراي فاسيكولار بلوك. لما تلاقي اي في نودل بلوك باي درجه, غالبا الاولى او الثانيه, مع اني تايب اوف فاسيكولار بلوك انتيرو او بوستيرو, مع رايت باندل برانش بلوك, ما لازم يكون رايت لان انت عندك مشكله في الليفت اهي, الا وهي الفاسيكولار, فلازم يكون رايت. اذا الرايت كونستانت والاي في نودل بلوك كونستانت والفاسيكولار بلوك اي نوع,
اي نوع ايفنر بلوك، اي نوع فاسيكولار بلوك مع رايب باندل، لما تلاقي التلاتة سوا في رسم قلب واحد اسمه تراي فاسيكولار بلوك. وما تنسوش تعملوا سبسكرايب لنا على القناة، وتابعونا على اليوتيوب وعلى الفيسبوك، وادونا مقترحاتكم وايه الحاجات اللي نفسكم نشرحها لكم ان شاء الله، ونشرحها في مرات قادمة في اس جي او في غيره ان شاء الله. شكرا.